بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الخامسة من المحور الثاني. سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح لقانون هوكس لاو المعمم Generalized Hooke's Law، وإلى 3D Normal Strain وهو تابع لهذا القانون. لما يكون معنا سوليد ثلاثي الأبعاد زي كده، هذا جزء صغير من سوليد عليه أحمال، ينتج على الأحمال الخارجية طبعا إجهادات. هذه الإجهادات طبعا واستباقا للأحداث يمكن أن تحلل على المحاور الثلاثة X و Y و Z. طبعا تحليل الإجهادات سنتعرض إليه بالتفصيل في المحور الثامن، لكن عموما لما نوزع ونحلل الإجهادات على المحاور X و Y و Z، من الممكن أيضا تحليل الانفعال على X و Y و Z. هذا ما يسمى بـ Generalized Hooke's Law. فمن الممكن حساب الإبسلون X انفعال في اتجاه الإكس حسب هذا القانون يساوي 1 تقسيم اليونكس موديلوس ضرب سيجما إكس ماينس نيو اللي هو البويسون ريشيو ضرب سيجما واي زائد سيجما زد. أما بالنسبة لإبسلون واي الانفعال في اتجاه الواي فهو كالآتي: إبسلون واي تساوي 1 على يونكس موديلوس ضرب سيجما واي ناقص بويسون ريشيو نيو ضرب سيجما إكس زائد سيجما واي. أما بالنسبة للانفعال في اتجاه الزد، إبسلون زد تساوي 1 تقسيم اليونكس موديلس عفوا ضرب سيجما زد ناقص نيو اللي هو البويسون ريشيو ضرب السيجما إكس زائد السيجما واي. So the generalized Hooke's law can be used to predict the deformations caused in given material by an arbitrary combination of stresses. يعني من الممكن التحصل أو معرفة الديفورميشنز التشوهات التي تحدث داخل الماتيريال عن طريق تشكيلة يعني عشوائية من الإجهادات. الخلاصة من قانون هوكس لاو المعمم Generalized Hooke's Law أنه من الممكن أن يحصل معنا انفعال في اتجاه معين وهذا الاتجاه نفسه ليس عليه إجهاد، ومثال ذلك كالآتي: قانون الانفعال هنا في اتجاه الإكس إبسلون إكس، لو فرضنا جدلا أنه سيجما إكس تساوي صفر يعني ليس هناك إجهاد في اتجاه الإكس، فهل من الممكن أن يحصل انفعال في اتجاه الإكس؟ نعم، بما أنه النيو ليست صفر، سيجما واي ليست صفر، سيجما زد ليست صفر، وبالتالي يحدث معنا انفعال في اتجاه الإكس. طبعا يقاس هذا على الإبسلون واي لو كان سيجما واي تساوي صفر، ويقاس هذا على سيجما زد أيضا لو كان سيجما زد يساوي صفر لو فرضنا جدلا. وبالتالي يثبت لنا الجنراليزد هوكس لاو قانون هوكس المعمم يثبت لنا أنه من الممكن أن يحصل انفعال في اتجاه معين سواء إكس أو واي أو زد أو غيرها من الاتجاهات، وهذا الاتجاه نفسه ليس عليه أي إجهاد.